السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدموا واحد الموضوع ديال البطاطا، يعني البطاطا ايا كانت، الحلوة او العادية اللي كنشريوها من السوق العادية. القشور ديال البطاطا بالنسبة للأرانب مهمة ومهمة بزاف. انا ديما كنحاول انني نقدم لكم واحد يعني مواضيع ديال الساعة. بحال دابا في الايامات راه البطاطا رخيصة في الثمن. انا ما كنقولش البطاطا الحلوه ان اذا كدير واحد 6 دراهم ولا 7 دراهم غادي تشريوها وتعطيوها للارانب، ما يمكنش، لان الارانب خصنا نعطيهم نطلعوهم يعني بواحد الثمن رخيص. ولكن الا شريتوا البطاطا لاحظوا انكم سمو غادي تحصلوا على القشور ديالها، قشور ديال البطاطا الحلوه. راه خصكم تعرفوا سمو هو البطاطا الحلوه بالنسبه للارانب، راهم كيبغيوها بواحد الطريقه جنونيه هذه البطاطا الحلوه. ولكن الطريقه باش نعطيوها لهم ماشي انني غادي نجيو وغادي نعطيوها لهم مباشره. لاحظوا انني سمو درت بيتها وخليتها تضل في الشمس، لاحظوا ان ما بقاش فيها الماء ديالها. يعني هاد الطريقه هذه خاصها تكون يعني القشور ديال البطاطا خاصها تكون مجففه، يعني ما تعطيها لهمش وهي هنا نقولوا ملي كدير لها هكا تلقاو فيها الماء، لان البطاطا كتكون فيها الماء. البطاطا سمو هي عباره عن نشا، يعني الناس اللي باغين يسمنوا الارانب ديالهم ممكن ان تعطي هاد القشور ديال البطاطس، ولكن ماشي بواحد يعني واحد الكميات كبيره كما كتشوفوا هنايا. انا تبعوا معايا، لاحظوا الارنب كيف سمو كيدير البطاطا الحلوه. هانتوما راه عاجبه بواحد الطريقه، يعني قلت لكم الطريقه جنونيه. هانتوما غادي نعطيه واحد شويه، هانتوما غادي نهز واحد شويه. ها هادو غير الصغار راهم كيبغيوها بزاف، اما الكبار راه ماشي غير كيبغيوها، راه ممكن انه يتقاتل معك باش يدير. هانتوما ها هو نعطي لهاد الذكر هذا، هانتوما شو سمو غادي يدير، كيبغيوها بواحد الطريقه جنونيه. قلت لكم هي عباره عن نشا، الناس اللي باغيين يسمنوا الارانب ديالهم. انتما كاين شي ارنب تعطيه القشور ديال البطاطا وما يبغيهاش، ولكن الا بغيتيهم ما تضرهمش، وهي انكم انتما ما تعطيوها لهمش وهي يلاه عاد يلاه يعني قشرتوها وتعطيوها لهم. لا، خليوها واحد نهار يعني تضل في الشمس. انتما انا كنجيب من هنا وكنعطيهم غير باش ما نكثرش عليهم، كنحاول نعطيهم غير شويه. انتما مازال نعطي النسوات الاخرين، ولكن هانتوما القشور ديال البطاطا هذه راها بايته، يعني ضلت في الشمس، هانتوما ما فيهاش الماء، هذه ما غاديش تضرهم ان شاء الله. القشور هادو ما تضرهمش، علاش؟ لانهم ناشفين. هاد البطاطا راها ناشفه، هي عباره عن نشا ولكن ناشفه. هانتوما ها هو الذكر هنايا غير شمها وراه يعني كيقول لي عطيني. هانتوما شحال كيبغيها. هانتوما قشور ديال البطاطا ما ترميوهاش، ولكن الطريقة باش نعطيوها لهم هي اللي فين كاينة المشكلة. أن إلا عطيتوها لهم ميد ما، هانتوما كتشوفوا هانتوما راها ناشفة، هذه راها هانتوما ناشفة، ولكن ما تكونش لاوية عاود. يعني إلا خليتها من هنا الغدا غادي هاد البطاطا غادي تلوى، هذه القشور ديال البطاطا ما غاديش تلقاوها كاع، غادي تلوى. أما بالنسبة لنهار واحد انتما شوفوا كيفاش دايره، انتما ما فيهاش الماء ديالها ما بقاش فيها، يعني ناشفه. انتما كيفاش كياكلوها، راهم كيبغيوها بواحد الطريقه شريها للغايه. انتما ما غاديش تضرهم ان شاء الله، ما كتضرهمش الا درتوا طبقوا هاد الهضره اللي كنقول لكم، يعني ما تعطيهمش القشور ديال البطاطا يلاه قشرتوها وتعطيوها لهم، خليها تضل في الشمس الغد لي وعطيوها لهم، ماشي مشكل، ما غادي تاديهم ما والو. بالعكس، الناس اللي كيقلبوا على التسمين هذا هي الفرصه ديال التسمين. انا ديما كنقلب على المواسم، يعني اي موسم كنحاول نجيب فيه الحوايج اللي موجوده وممكن انكم تعطيهم الارانب ديالكم. وحتى الحاجه منين تكون رخيصه شريوها واعطيوها للارانب ديالكم، ولكن بواحد يعني بواحد المقادير، ما تكثروش بزاف. ديما الحاجه الناشفه راه هي اللي كتكون صادقه، الحاجه اللي كتكون يعني ميد ما هذيك اللي كدير المشكل. اذا الحلقه ديالنا هي هذه ديال النهار، النشا ثم النشا بالنسبه للارانب، راها مهم بزاف. القشور ديال البطاطس، اما البطاطس العاديه او البطاطس الحلوه.
راهم كيبغيوها بواحد الطريقه جنونيه. حاولوا انكم ما ترميوش القشور ديال البطاطس وتعطيوها لهم، راها عباره عن نشا وان شاء الله غادي تفيدهم. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، وانا كنعتبركم العائله ديالي. كنرحب بالتعاليق ديالكم والاستفسارات، اي واحد بغى شي استفسار على الارانب ديالو انا كنرحب بكم، ومستعد انني نجاوب على التعاليق يوميا ان شاء الله. راني متفرغ لكم، وكنشكركم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش ندعمونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.